يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من سوالف جميلة. تقول صاحبة القصة: أنا واحدة عشت يتيمة الأم وتربيت في بيت أبوي مع زوجته اللي ما تخاف من الله، إنسانة نزع الله الرحمة من قلبها، عذبتني عذاب أهل النار. جابني أبوي عندها وعمري 3 سنوات، كنت بنت لزوجة ثانية وعشت معاها إلى أن تزوجت زواجة العنا والندامة لأني تزوجت ولد أختها. ما ألعن من هذه إلا ذيك، الله يذيقهم أصناف العذاب. المهم بحكي قصتي في بيت أبوي، ما أذكر في طفولتي إلا الضرب، كنت طول الوقت خايفة ومرعوبة. تدرون خلتني أطبخ وأنا بالابتدائي، طبعا ما تقدر تقعدني من المدرسة أبوي ما يرضى، لكن كانت تقومني قبل الفجر أشتغل أنظف وأنا بثالث ابتدائي، طفلة ما أعرف وين الدنيا. لكن الضرب علمني أنظف وأكنس وأغسل حمامات الله يكرمكم وكل شيء يخطر ببالكم. لما كبرت شوي صرت أسوي كل شيء حتى الفطور، أفطر إخواني وأمشط أخواتي وأطلع وأنا من العجلة كشتي بالسما أمشطها بالمدرسة، وبناتها كأنهم أميرات وأنا خدامتهم. أذكر أختي الصغيرة يوم دخلت الابتدائي إلين وصلت رابع وأنا أشيل شنطتي وشنطتها، ويا ويلي تسألها تلقاني خليتها تشيلها، تقول إني حقودة ولا أرحم أختي الله يحرقها. أما أختي مسكينة ما درت بزر، وكل خواتي الله يسعدهم لما كبروا وفهموا كانوا يدافعون عني قد ما يقدروا، لكنها كانت جبارة. أذكر أختي اللي كنت أشيل شنطتها يوم كبرنا كانت تسكت إلين تصحيني أمها أشتغل قبل أروح المدرسة، ثم تقوم تساعدني وتمشط معي شعور خواتي ونفطرهم ونطلع، ربي يرحمني فيها. تخيلوا مرة أذكر أبوي مسافر وعازم خواتها عندها، كنت في البيت أنا طبعا الشغالة والقهوجية، وفوق هذا ممنوع أمد يدي في شيء. واحدة من خواتها تقول لها خليها تقعد تاكل، ترد عليها تقول لها مالك شغل انقلع المطبخ، طبعا اللي يرجع للمطبخ آكل منه، هذا إذا بقي شيء وغفلت عنه ما كبته بالزبالة. ولكن الفرج لابد يرسل الله، أخوي بعد ما كبر دافع عني من صار بالثانوي أنا مرتاحة من الضرب، لو يدري أني انضربت يقلب البيت على رؤوسهم ويضرب خواتي إذا ما ساعدوني. صارت أمهم تسكت وتخليهم يساعدوني عشان تفتك منه، الله يسعده ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلت ثالث متوسط وبدت تخطط تزوجني من ولد أختها، رجال متزوج قبلي ومطلق وأكبر مني بسنوات عجاف، عنده 4 أطفال أكبرهم ما دخل المدرسة وأنا عمري 14 سنة. طبعا رفضت أول الأمر، كنت رغم العذاب عندي أحلام، تخيل كنت أبي أصير مدرسة، من حب المدرسة كانت مثل أمي من الابتدائي ألين تزوجت وطلعت من المدرسة وهي ما تخليني، وفطوري عليها ومصروفي كانت تدفع للمقصف، تقول لهم اللي تجي تاخذ فلانة أعطوها. صراحة من الجوع ضاعت الكرامة، كنت أوقف بالطابور تبع المقصف أخذ المقسوم وأمشي، هذا وأنا بالابتدائي. وفي المتوسط جت أول يوم لي بالمتوسط وحطت لي مبلغ بالمقصف ونفس الشيء، لكن بالمتوسط أخوي قد كبر وصار يوقف لأمه ألين تعطيني مصروفه وفطور مثل خواتي. وأخوي اكتشف مرة إنها مهددتني أرد لها بعد ما يروح ولا أشتري به، علمته أختي الثانية وسوى فيها شيء الله يسامحه من ذنبها. المهم من كبر هذا الأخ وأنا فراحة من أمور كثيرة، وأنا كان هذه الشيطانة ما تعجزها الحيل. أكيد تقولوا وين أبوك من كل هذه المكارة؟ إذا أبوي موجود تعاملني غير كأني ملكة، وكان يسألني عن حالي دوم. ومرة سولت لي نفسي علمت إنها ضربتني، قوم الدنيا عليها وليتني ما علمته، بس غاب سوت فيني شيء أعوذ بالله، حتى النار كوتني في مكان مستحيل أبوي يشوفه. أقول لكم هذه شيطانة تمشي على الأرض. نرجع لموضوع زواجي، عييت ورفضت وعملت فيها لي رأي، لكن صعب أقاوم قدام هذه الساحرة، وردخت للأمر الواقع أخيرا وتزوجت. قلت في نفسي يمكن يكون أرحم، وللأمانة إنه طيب، لكن أمه نار وخالته اللي هي زوجة أبوي جهنم، وأنا طفلة مو عارفة إيش أسوي، لكن أفهم كل شيء في شغل البيت، مدربة على يد عزرائيل الله لا يسامحها. المهم زوجي طيب لا يهش ولا ينش، راميني في شقة فوق أمه مع هذه البذران كأنه تزوجني عشان أقعد معاهم وتفتك جدتهم من قلقهم، كانوا أشقياء بشكل مخيف، وأبوهم من مقناص إلى استراحة إلى رحلة صيد ما له وجود، يجي يعب البيت أكل وشرب وكل شيء نبيه ويجينا ساعات باليوم ويختفي. المهم قعدت سنوات ما أذكر إنه تغدى معانا إلا نادر جدا،
لكن غالبا إذا مو برحلة صيد ينام بالبيت، هذا أهم شيء. كنت أخاف خوف غريب إذا نمنا لوحدنا، ألم هالبزران وننام كلنا في سريري، ومع الوقت تعودت على حياتي وفليتها مع هالبزران. كل شيء انحرمت منه في طفولتي طلعته معاهم، لعب وضحك وسهر، وأم أعوذ بالله مستخسرة فينا الفرحة، تكره عيال ولدها من كره أمهم اللي رمتهم بوجهها وراحت، وتكرهني بدون سبب، خصوصا لا شافت ولدها يرحمني أو يدافع عني، يجن جنونها. تخيلوا مرة من حقدها انطلقت علي أنا والعيال تبي تضربنا، تقول أزعجناها. في دخلة الأب وكلنا نجري نتخبى وراه أنا والعيال، وهو يمسكها يحاول يهديها، وهي ما عندها أمل تهدى إلا تبي تضربنا، تقول له جبهم أضربهم عيالك وبنت الحرام هذه، وسخة وألفاظها مثلها وسخة. قام زوجي قال تعوذي من الشيطان، ويقول لي خذي العيال ادخلوا جوا، وهو ماسكها ويجلسها غصب، رماها على الكنب رمي، ويصرخ عليها ويهزئها ويلعن خير خيرها، استغفر الله أمه مهما كانت، ويتحلف فيها إنها ما تدخل بيته، ويقول لها عيالي صح رميتيهم ورفضت تربيهم وخليتيني أنبلش فيهم، حتى شغالتك ما خليتيها تخدمهم، تقولين أرميهم لأمهم خلاص وش تبين منهم، خليهم مع هالحرمة واتركيهم بحالهم، إن باقي ضربتي أحد فيهم أو جيتي زوجتي لأفعل ولا أسوي وأحرقكم بجاز كلكم. عيالي وزوجتي ما لأحد دخل فيها، كفاية زوجتيني هالبزر كأنها بنتي، اتقي الله في نفسك واتركيهم يعيشون في حالهم. ومن بعدها انقطعت رجلها من عندنا، نقعد بالشهور ما نشوفها إلا صدفة، أعوذ بالله حتى عيال ولدها ما تفكر تشوفهم، وأنا عشت أفضل أيام حياتي منقفل علي بهالبيت، ما عندي أحد يأمر وينهي معي هالبذران، يعلم الله إني أحسنت لهم كأنهم عيالي. وفي يوم طلبت زوجي أدرس منازل، كنت متوقعة إنه يرفض، وقعدت أقول له والله ما ينقص العيال شيء وأقدم مبررات، قال هدي هدي ليه كل هالقلق، تبين تدرسين أدرس مين مسكك، قلت العيال الصغار، قال نجيب خدامة وأدرس انتظام وتتسهل. لا إراديا قمت أسلم على راسه، تقولون أبوي، وفعلا من خذيته حسيت كأنه أبوي من رحمته فيني. يوم درت زوجة أبوي بغت تنجلط وتجي تسوي لي سالفة وتهدد وتتوعد، وأختها معاها، تخيلوا وش سويت، رحت للعيال قلت أي شي في طريقكم ارموهم فيه إلين يطلعون من الباب، وأنا معاهم جميع جزم البيت في ظهورهم، وهم يحاولون يسيطرون على الموقف ما قدروا هجوا، ومن الدرج أصيح اللي فيها خير تجي تتفلسف عندي، والله لرميها من على الدرج على راسها تحت رمي، وبديت أدرس وخلصت الثانوي، وبعدها وقفت، كانوا الأولاد في حاجتي أكثر، كنت أدرسهم واقتنعت وبعدت عن الدراسة، وحسيت أني كبرت وعقلت وفهمت إيش تعني الحياة الزوجية، وحملت وخلفت ومشت بي الحياة، واحتويت زوجي صار يقعد عندنا بالبيت ونادر يغيب ويسافر. وبعد وقت لما أكبر العيال دخل المتوسط والبنت بدأت تكبر، قلت له بيتك هذا ما يخارج، نبي بيت صنع وغرف للبنات وللعيال خلاص كبروا، وقتها كان عندي بس طفل، قال أبشروا، كان سقف أحلامي شقة أوسع وإني أبعد عن أمه، لكنه جاب لي فيلا سياحة نياحة تاخذ العقل. لو تشوفون يوم جات أمه وزوجة أبوي يزوروني، الضغط عندهم وصل ملايين، وربي أشوف الدم بينفجر من عيونهم، لكن ما قدرت وحدة تنطق بكلمة، زوجي موجود وأنا صار لساني توصل أذاني، ابن أمي يتكلم بس راحوا بعد ما تعشوا أنواع التكشخ، أبي أقهرهم ولا عملت شيء، بس أتآمر على الشغالة والعيال والبنات يساعدون، حتى زوجي هو اللي جاب العشاء وأنا رجل على رجل بغيظهم، وطلعوا ومن بعد هالطلعة ما عاد خليتهم يدخلون بيتي، إذا فكروا يجون طلعت مليون حجة، ناس يكرهوني وش يبون يجون، وهم زوجي يروح لها مع السلامة، وارتحت إلا بالأصح نصرني الله فيهم، وأخوي وخواتي يزوروني سكاتي ما يبون أمهم تدري. وفي يوم التليفون يدق، ولا هي زوجة أبوي تبكي وتتسامح، تحسب إني بقول خلاص مسموحة، جاية تتسامح بعد ما الله فرج علي منها وزوجتني هالرجال، تحسب بتدمر في حياتي بقية عمري، لأنه كان معروف عربيد وصايع وراعي سفرات ورحلات، ما هو يم زوجة ولا بيت، وهدفها إنه يدمرني بصياعته وإني أكون خدامة لعياله عشان تفتك منهم أختها، لكن رب ضارة نافعة، وأحسنت للأطفال فأحسن الله لي، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المهم تقول لي سامحيني، قلت الله لا يحللك ولا يبيحك ولا يسامحك، لا اليوم ولا يوم يبعثون، وأقفل بوجهها وترسل لي بناتها، قلت قفل الموضوع، وترسل أخوي تعرف إني ما أرد له طلب، ويقول لي سامحيها تراها تعبانة وأجرك على الله، وأرد أبكي بدون شعور، حرفيا انهرت،
ما أبي أسامحها ولا أبي أزعل أخوي ولا أرده، وهو اللي أنقذني مليون مرة من العذاب. أبكي وأقول له ودي أقول لك سامحتها عشان خاطرك، لكن قلبي عيه ماني صادقة. قال سامحيها وحاولي يطيب قلبك عليها، ترى أمي انظلمت كثير لما تزوج أبوي عليها وهجرها وقهرها عشان كذا كرهتك. قلت أنا وش ذنبي؟ هو قال عاد هذا اللي صار وأدري إنها غلطانة. قلت الله يسامحها، وراح أخوي مني ويكلمني من عند أمي تكلمني تقول صدق سامحتيني؟ قلت إيه سامحتك. قالت من قلبك؟ قلت إن شاء الله إنها من قلبي إكراما لأخوي. قالت جزاك الله خير يا بنتي، أنا مريضة وأدري إني ظلمتك. قاطعتها قلت الله يشفيك، ولا نبي نفتح أمور تفتح الجروح، عفى الله عما سلف، وقفلت منها. وتبون الجد لليوم وبكرة ويوم الدين ما راح أسامحها. من بعدها صرت أروح لبيت أبوي وإخواني يجوني، وهي حالتها يرثى لها، تعبانة بس تشوفني تبكي وأنا كأنها جدار ما فكرت. تخيلوا مرات أكون أنا وخواتي نسهر في بيت أبوي أسمعها تون من الألم، والله أني أحس مثل الماء البارد يمشي بعروقي. مبسوطة، أعوذ بالله من الغل، اللهم لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. حتى أني استفتيت قلت يا شيخ أفرح بألمها، وعجزت أسامحها، ودي قلبي يصفى وأسامح، عجزت. كل ما أتذكر شيء عملته فيني وأنا طفلة لا حول لي ولا قوة أحقد عليها أكثر. قال الشيخ سامحي، الله يقول ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قلت الله يرحمني برحمته وينزع الغل من قلبي. ومن بعدها أحاول أني أطهر قلبي من جهتها، عجزت والله، أبكي ليلي كله أبي أسامحها، عجزت أبيها تتعذب مثل ما عذبتني. وفعلا أسامح بلساني لكن قلبي لا، مثل الحجر عليها. إيش رأيكم بالأحداث؟ ومين مر عليها مثل هذه القصة المؤلمة؟ ولو واحدة منكم تعرضت لمثل اللي تعرضت له بطلة قصتنا، هل رح تسامحي من قلب؟ نبي ردود حقيقية صادقة ما فيها مثاليات. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب، حط لكم الحسابات في صندوق الوصف.